السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطر في بالي ان انا اسأل الذكاء الصناعي بتاع جوجل بارد سؤال: What is the best ممكن 20 موبايل at 2023؟ قول لي افضل 20 موبايل السنة دي. فنشوف بقى اللي جاب تحت. تمام، جاب لي الموبايلات اهيت، وكل موبايل وجايب معاه الصورة بتاعته، ويبدا ان هو ينصحك بعض النصايح. طيب خليني اقوله، طب احسن واحد فيه خالص بقى؟ طبعا مفيش حاجه اسمها احسن واحد، لان تختلف من حاجه لحاجه، يعني حسب الاستخدام بتاعك وحسب. فجاب لك اهوت، وجاب لك ايه المزايا. ممكن تقول له اعمل لي كومبير بتوين ده وده، يعني ممكن تساله اعمل لي مقارنه بين الموبايل دوت والموبايل دوت، فتقدر تستخدمه في ان انت تاخد قرار اشتري ده ولا ده. ممكن تساله مثلا the best ونشوف سعرات ستات كده ايه هيفضل ايه. ممكن نسأله افضل سيارة كهربائية مثلا، فبدأ ان هو يجيب لك تسلا، ويجيب لك العربية، وفي فولفو اكس سي 90 بالشكل دوت، وفي اوديو، وفي عربيات كتيرة جدا ذاتيه كده. تمام، ممكن تقول له طب انا عايز حاجة، يعني تقدر تسأله كأنك بتسأل حد خبير في المجال دوت، هو يبدأ يجاوبك الإجابات اللي انت بتدور عليها.